دي كل المستندات اللي حضرتك طلبتها لمستر ادوارد. ميرسي ياسمين. حضرتك عايز مني اي حاجه دلوقتي؟ لا وشكر. طب انا بعد اذنك في اللوبي. اوكي اتفضلي. ايوه مستر ادوارد، انا بقالي يومين ثلاثه بعمل اتصالات بكل الجهات اللي بشتغل معاها بره مصر، سواء في السلاح او المخدرات، والحقيقه ما استقبلتش منهم اي ردود، سواء بالرفض او بالايجاب. انت عايز توقف نشاط بنعمله مع عائلتك اكتر من 30 سنه، لازم يرجعوا لتفاصيل العلاقات في شبكتها، لازم يدرسوا المعلومات اللي عندك بخصوص الجهات دي، مدى اهميتها، مدى خطورتها. بعد كل ده ممكن يدولك الاذن انك تنفذ قرارك ده او لا. ما انا عشان كده مستر ادوارد بعتلك تيجي تقعد عندي اليومين دول علشان نعمل ده. انا عارف ان انت راجل مقرب للاب جدا جدا، وان هو بيسمع لك جدا. انا في الاخر عايز اخرج، عايز ادفع اي كميه فلوس في الدنيا واعمل اي حاجه عشان اوقف النشاط بدون ما اسبب اي مشكله او اي هاجس لاي حد على وجه الكره الارضيه. الحاجات اللي فيها تاريخ طويل ممكن يكون بيتبقى فيها احداث منسيه، وده عشان بتعدي عليها فتره طويله. الاحداث دي ممكن تظهر لها توابع في اي وقت، حتى لو بعد 100 سنه. حفيد لحفيد حد عندنا في الشبكه حصلت له حاجه، اكتشف ان والده اتاذى في شغله معانا، ممكن يظهر ويصر على انه يوصل لمصدر الاذى. في الاخر ممكن يكون الاذى من حد تبع حد من طرفك، ومفيش حد غيرك موجود حاليا. ساعتها لو انت مش موجود او عندك اللي يغير توجيه هدفه لشخصية مهمة عند الاب مثلا، هنكون احنا مضطرين نواجه ازمة مش بايدينا، او نخش في معركة بدالك، وده مستحيل يتقبل لا عند الاب ولا عند اي فرع من فروعه. فكر كويس تفاصيل شغلنا من 30 سنة مع عيلتك يا ادهم. مستر ادوارد، طب انا عايز اخلص، اعمل ايه؟ تستنى القرار. اللي هو ممكن يبقى امتى؟ لما الاب يقرر. طب انا عايز اقابل الاب، انا عايز اتفاوض. هبلغه رابطة وهبلغك. طب انا عندي شحنة مخدرات داخلة بعد 24 ساعة. استلمها. مش عايز استلمها. دي مسألة تخصك. طب مش عايز اوزعها. مش هينفع. طب عايز حد يشتريها اول ما استلمها على طول. ده مش شغلنا. اوكي. عموما دي المستندات اللي انا قدرت اتحصل عليها عشان الاب. انت عارف شغلنا طبعا بيبرليس، فدي كل المستندات اللي قدرت احصل عليها. اوكي. هتوصل. اوكي. وتشكر جدا ليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا عم. منورانا يا مريم. تعالي مريم معاكم شويه. على اذنك. اتفضلي اتفضلي يا مين دي يا عمر؟ انا قلت لك يا ماما. خلاص بقى ما تلفش وتدور في الكلام، مامتك عارفه كل حاجه. عارفه ايه بس؟ مفيش حاجه من اللي في دماغك دي خالص على فكره. كذاب. ليه بس يا ماما بتقولي كده؟ عشان كذاب. انا عارفاك كويس، عارفاك لما بتبقى واضح، وعارفاك لما بتبقى مش واضح كمان. بص يا ماما هقول لك على حاجه، صدقيني لو قلت لك ان انا نفسي مش عارف هي ممكن تكون عامله ازاي في حياتي لغايه دلوقتي. بس هي عارفه. طب وانت عرفت ازاي بقى؟ من عينيها وهي بتبص لك، من قلقها مننا من ساعه ما دخلت البيت. طب ممكن تسوقنا لوحدنا شويه؟ اوكي يلا. خير يا باشا؟ والله العظيم ما عملت حاجة. لا مفيش أي حاجة، كل خير طبعا. كنت بقول لك إيه؟ طبعا أكيد عليا كلمتك على الولد اللي عايز يتقدم لها. ما عشان أبقى صريح مع حضرتك، يعني هو ده السبب الأساسي اللي جابني. وأنا كنت عايز أتكلم فيه مع حضرتك بس على رواقة، يعني كنت مستني الوقت المناسب. قلت نتكلم امبارح بالليل بس رجعت متأخر بقى وحضرتك كنت نمت. كويس. ممكن تقول لي بقى قالت لك ايه بالظبط؟
هي تقريبا حكيت لي كل تفاصيل حياته لحد ما وصلنا للنقطة اللي قلق حضرتك، وأنا مش أخبي عليك أنا كمان قلقت زيك بالظبط. يعني أنا كمان من حقها أقلق، مش بغلس عليها كده يعني لله في لله. لا طبعا يا باشا، مين قال الكلام ده؟ وهي كمان مش شايفة كده، هي بس كل طلباء إن احنا ندي لنفسنا فرصة نعرفه أكتر. يعني بص يا ابني، لو هو متدين على أساس زينا كلنا يعني الدين الوسطي أنا موافق، مش هقدر أقول فيه تلت التلاتة كامل، لكن لو هو زي بقية العيال التانيين دول دماغه مشوشة بأفكار غريبة عننا، أنا أول واحد أبلغ عليه وأخليهم يقبضوا عليه. أسألها أصلها نفسية برضه بالدرجة الأولى، يعني مشاعر الأب والأم ناحية بنتهم الوحيدة إنها تتجوز وتروح وهتسيب بيتها وتروح بيت راجل غريب وتقضي معاها بقية عمرها. مسألة مش بالسهل قوي على الأب وعلى الأم، مش عارفة أترجمها لك إزاي. يعني هقوم الصبح أدور عليها هنا ولا هنا، مش هلاقيها، وما هتقول لها تعالي نروح مشوار كده ولا كده، ما تلاقيهاش. إحساس فاهمك يا باشا، فاهمك، بس بعد إذن سعادتك يعني أنا ليا رأي، ممكن تديني فرصة يعني إن أنا أقوله لك وآخد من وقتك شوية كده تفكر فيه؟ اتفضل يا ابني، ما انا قاعد معاك ليه؟ بابا انت شفت الراجل ده طبعا؟ اه شفته مره كده في المكتب لما جه يوم الافتتاح. ممكن تسيبني اقعد معاه قعده يا باشا، اتكلم معاه كلمتين كده واقلبه لك واعرف اخره ايه؟ اكيد هيتكلم معايا كلام غير اللي هيتكلمه معاك خالص، واللي هوصل له هنقله لك، يمكن الاقي في الاخر الحاجه اللي عايز تطمنك. يا باشا احنا كلنا عارفين دماغها ليه عامله ازاي، عارفين موقفها من موضوع الرجاله والجواز ده واصل لحد فين. يعني علياء لما تختار راجل وتشاور عليه وتقول انا عايز اتجوز الراجل ده، اكيد مش هتسمح له انه يتدخل في شخصيتها وفي افكارها. اصلا انا معرفش هو عارف يقنعها بالفكره دي ازاي، بس ما دام اقنعها يبقى خلاص اكيد هي شايفه في حاجه احنا مش شايفينها. كلنا يا باشا في البيت ده عارفين هي بتفكر ازاي وان دماغها موزونه. اديني فرصتها يا باشا. خلاص اتفضل، خد فرصتك يا ابني زي ما انت عايز. اقول لك ايه، وانا مش معقوله يعني كمان هقف في طريق سعاده بنتي، لان الواد ودي اشوفها متجوزه واشوف عيالها. الله اعلم بقى هبقى موجود ساعتها ولا مش موجود. يا باشا ما تقولش الكلام ده، ربنا يديك طول العمر والصحه يا رب. الله يخليك يا حبيبي، بس بلاش بقى بوس الايد يعني انا مش ناقص ذنوب. طب ما تقولش كده تاني، ربنا يخليك. ما تقلقش بلاويك عليا يا ولا. حاضر يا باشا. حد عارف انت عملت ايه في السفريه الطويله بتاعتك المهببه دي؟ خلاص كفايه كلام، جينا في حاجه؟ في حاجه؟ مفيش اي حاجه، خلاص خلاص بالراحه علينا بالراحه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. قولي لي يا بنتي بقى، هتقدري حضرتك تعملي له الاكل اللي امه بتاكله له؟ والله يا انكل انا اقدر اجي اكل معاه هنا كل يوم. باشا باشا اتفضل يا باشا، اقدم على بيان. انا في عرضك يا باشا ما تخافش مني. عايزك يا باشا في موضوع مهم. يعني عايزك والله يا باشا. داخل كلام عندك؟ اه اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا، تعليمات سعادتك اوامر. بعد اذنكم يا بنات. يلا يا عيني. بتردي؟ كملي لي يا ستي، ايه موضوع اللهجات في سينا ده؟ ما خفتيش تيجي سينا لوحدك اول مره؟ انا عشان موضوع دراستي بيخليني اوتوماتيكلي اتعامل مع ناس كتيره قوي، غير ان انا ما بخافش من اي حاجه، وبعدين بتحمل اي نتائج. اه انت عامله زي الضربه اللي ما بتكسرنيش بتقويني، صح؟ المهم ان هي ما تموتش. طب ولو متي؟ خلاص بقى يبقى نوي اوت. اه بس انت كده بتبهدلي نفسك في الدنيا كتير. وايه المشكله؟ يا بنتي انا ما اقصدش بهدلت الشغل ولا بهدلت الحياه العاديه، انا اقصد بهدلت التعامل مع ناس ملهاش اي 30 لازمه، ناس تشنك. باردون؟ باردون؟ ناس جزم، ناس زباله. اه اوكي. تمام؟ حتى دي ما عنديش مشكله فيها. لان احنا اصلا في الحياه العاديه طول ما احنا ماشيين بنتقابل مع ناس وبنتعامل معاهم، وبعدين احنا مش اذكى ناس في العالم، يعني لازم هنقابل حد هيوجعنا وهيجرحنا، المهم ان احنا نتعلم حاجه. هو انت وعمر صحاب من زمان؟ من ساعه ما رحت سينا. طب وايه رايك فيه؟ مشكله عمر انه عايز يعمل كل حاجه صح وده مستحيل، فالنتيجه ان هو تايه، وانا شايفه انه هيفضل كده طول ما هو بيفكر بالطريقه دي. تصدقي ان انت اكتر واحده وصفت عمر صح. طب وفريده؟ فريده مالها؟ ما كانتش عارفه توصفه او
تحل شخصيته كده؟ والله مش عارفة، عمري ما سألت فريدة رأيها إيه في عمر، بس علاقة عمر وفريدة كانت حاجة مسلم بيها، زي علاقته بيا كده، حاجة موجودة، علاقة موجودة ومستحيل تاخد أي شكل تاني. أديكي قلتيها أهي، كانت، مفيش حاجة بتبقى على حالها. كويس إن أنتي بتفكري بالمنطق ده على فكرة. ليه؟ لأن بنفس المنطق ده أنتي بتقولي مفيش حاجة بتبقى على حالها، واللي موجود النهارده ممكن يتغير بكرة، واللي اتكسر بين فريدة وعمر ممكن قوي يتصلح قدام. طبعا ممكن. خلاص يا باسم، خلاص، باي 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 باي، هرجع لك تاني، مع السلامة. على فكرة يا عمر، أنا متأكد إن سيف جوه مصر. اللي إحنا عملناه معاه ده مش هيعديه سهل. سيف لا طايقني ولا طايقك، خبطة السلاح الأخرانية دي أكيد مش هيعديها لنا بسهل، وحركة السكون اللي فيها دلوقتي تقلق بكتير جدا جدا عن إنه يكون بيعمل حاجة. بص يا أدهم، أنا مش عايزك تقلق من حاجة، أنا جاهز له على الآخر. سيف مش هيقضي دقيقة واحدة بره المعتقل لو ظهر قدامي، وكل حاجة متظبطة مع الجهات المختصة. سيف مش محتاج يشوفني ولا يشوفك عشان يعمل اللي هو عايزه فيه. سيف مش مراهق يا عمر. ولا احنا عيال صغيرة. المهم، ايه بقى اللي جايبك من سينا لحد هنا فجأة كده عشان تقولهولي؟ أنا قررت أسلمك الشحنة اللي داخلة من برا مصر. ده المفروض يعني إن ده المقابل اللي بتقدمه لي عشان رجعت لك بنتك ومراتك؟ عمر، أنا قررت أوقف نشاطي سود نهائي. أنت مش متخيل كم من القلق اللي أنا عايش فيه علشان آخد قرار زي ده. بزنس تفعيلتي داير بقاله أكتر من 100 سنة، أبويا لوحده بقاله أكتر من 30 سنة شغال معاه. أنا ترس صغير في أكبر مكنة شر في العالم يا عمر. تفتكر مهما عملت من اتصالات ومهما قدمت من تضحيات، الناس دي ممكن تخصبني أخرج بالساهل كده؟ أنا عندي كم معلومات تخليهم يلاقي باقي عمرهم من إنهم يسيبوني كده. طب ولما أنت عارف كده وما تفضلش زي ما انت، وما تكملش في نفس النشاط بس مكان تاني؟ انا مش عايز يا عمر، انا بقيت مش عايز. انا مش موافق على الفكره من اساسها. مش هسمح بان في حاجه تهدد بيتي واسرتي تاني، خصوصا لما يكون واحد مختل زي سيف، حتى لو كان الثمن ان ابقى اغنى واقوى رجل في العالم. بس انت كده بتهدد حياتك. بس بنتي تعيش. هتعيش وانت مش موجود؟ مش مشكلة طالما هتعيش من غير خوف. برضه مراتك ممكن تبقى الراجل تاني. عمر، مش هو ده اللي أنا بفكر فيه، المهم إنهم يعيشوا في أمان وخلاص. بصراحة منطق غريب أوي. هو المنطق نفسه مش غريب يعني، بس إن أنا أسمعه منك هي دي الغرابة. هتصدقني لو قلت لك إن أنا مستغرب من رفض القرار ده، بس هو ده اللي أنا وصلت له. يا إما نعيش إحنا التلاتة في أمان، يا إما يعيشوا هما الاتنين في أمان. بس أنت ممكن تأمن نفسك. أكيد يا عمر، أنا مش هروح أفتح سلجي وأقول لهم يلا موتوني، بس في نفس الوقت مش هقدر أمنع قدر لما يحط رقبتي تحت سكنتهم. عموما اتفضل بيه. دي فلاشة هتلاقي عليها الملف بتاع تسليم البضاعة، خطة بالمعاد بكل حاجة على التسليم. كل اللي أطلبه منك بس إنك ما تعملش زبطيتك إلا بعد البضاعة ما تدخل، لأن في شرط تسليم البضاعة إن أكون موجود. إلا لو عايز تقبض عليا يا عمر. عمر، أنا قلت لك أنا ناوي عليا، وقلت لك على قراري اللي أنا فكرت فيه. أنا عارف إن أنا أذيت ناس كتير وسبت موت ناس كتير، وعارف إن كنت بعمل ده من غير ما أفكر، بس أنا المرة دي مفكر في قراري كويس جدا. أقسم لك بالله دي أكتر مرة بتكلم في حياتي فيها بصدق، وعندك مطلق الحرية تصدقني أو متصدقنيش. عايز لو هعيش أعيش جنب بنتي وأنا مش في السجن، ولو هموت على الأقل بنتي تقدر تمشي رافعة راسها وما تتكسفش تجيب سيرتي.
صباح الخير. يا صباح النور. أنا جيت حسب الميعاد. يا نجيب، ده أنا سرحت خالص. اللي واخد عقلك بقى. هيكون إيه غير اللوحة دي؟ كان نفسي تكون موجودة معايا النهاردة في المعرض. وهي اللوحة دي لو مخلصتش المعرض مش هيحصل يعني؟ لا طبعاً، بس يعني كان نفسي تكون موجودة معايا برضو. طيب يا ستي، عشان نحقق لك الأمنية دي أوعدك اللوحة دي لما تخلص هنعمل لها معرض لوحدها، حتى لو تعرضت في الصالة لوحدها كده شهر كامل. بس المهم نلحق المعرض بتاعنا دلوقتي، مفيش وقت. انت لازم تركزي على المعرض ده وتشوفي اللوحات اللي لازم ننقلها عشان نظبط الدنيا هناك. نجيب، هو انت رتبت معرض قبل كده؟ اه طبعا، مش كتير يعني، بس انا عندي تشكيليين صحابي كتير قوي في اوروبا. المهم دلوقتي لازم ننجز، اعمل ايه؟ استغليني وانا متحمس كده. يلا يلا. صحيح، بص هنبتدي ناخد اللوحات دي. عايزين نغلفها كده. طيب نورتوني. مساء الخير. اهلا سهرة، ازيك؟ الله يبارك فيك. ميرسي جدا، نورتوني. اهلا وسهلا. مساء الخير، الله يبارك فيك. كله هايل. ميرسي يا حبيبتي، نورتوني. اهلا وسهلا. مبروك يا رحمن. حبيبتي تعرفي بس ان ليا حق حد بنت، شفتي؟ امال امال امال، مبروك يا حبيبي، مبروك مبروك يا قلبي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سمعي؟ الحمد لله. اهلا يا سمعي. ازي حضرتك؟ سمعي اهلا يا فادي، مبروك يا قلبي. الله يبارك فيك. الف مبروك حبيبتي. انا سعيده، وحشتيني. انت كمان يا روحي. الله يبارك فيك. ازيك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انت ما بتسلمش. معلش معلش، بس انت دايما كده. نجيب نجيب نجيب، ايه؟ مساء الخير. اهلا اهلا. ازيك يا نور؟ شكرا لتشريفك نجيب. مساء النور. مساء الخير، ازيك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. سمية، كنت عايزه اتكلم معاكي شوية. الف مبروك، اتفضلي. ميرسي يا نجيب. شكرا لتشريفك نجيب. العفو. وحشتيني قوي يا عيوده. انت كمان وحشيني قوي حبيبتي. مالك شكلك متغير ليه؟ يعني المهم، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كله كويس. قولي لي بقى، مين ده؟ ده الزفت اللي اسمه نجيب اللي كلمتك عنه. طلع زي العفريت كده، جاي يعني صعب الدنيا اكتر ما هي صعبه. بس انا ملاحظه كده ان سعيد بيه مبسوط بيه شويه. سعيد طبعا، سعيد بيه جدا. انا بصراحه بقى مش قادره اصدق، دي مش ممكن تكون فريده. ولا انا قادره افهم فريده ولا عمر كمان. وماله بقى عمر؟ قلت له هذا المعرض، قلت له لازم تكون موجود، وحكيت له عن الزفت ده، لكن مفيش فايده ما جاش. هي الدنيا وهو في دنيا تانية خالص. الظاهر انا وانت بس اللي شايلين هم. يلا اتفضل. اتفضل اتفضل. المعرض ده كان لازم يحصل. انت معاك حق. عارف انا بقالي كتير عاوز اعمل المعرض ده،
ومش عارف عشان انت كنت بتركزي في حاجات من المفروض انها انتهت من زمان. ما كانش ينفع خالص انك تيجي على اهم حاجه في حياتك. ده شغلك يا فريده، شغلك يعني وجودك يعني كيانك يعني كل حياتك. حرام. انت معك حق. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا ما شفتهاش قبل كده. انا كنت مصممه انه ما حدش يشوفها الا في المعرض. بس دي حلوه قوي. هي دي ايه؟ بعت ولا ايه؟ لا يا باشا ما تقلقش، انا مش هغرمك زي المره اللي فاتت. طب الحمد لله. عمر لو عارف اكيد هيجي. هو فين عمر؟ اهو جه. اهلا يا عمر، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. قولي ازاي صحتك دلوقتي؟ انا تمام الحمد لله. كويس؟ تمام. اخبار شغلك ايه؟ يعني مش قوي بس هي ماشيه الحال، واقف على الكل. مظبوط. تمام تمام تمام. طب استاذن حضرتك. لا اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت كنت فين يا عمر؟ انا موجود يا خالد. ازيك حبيبي؟ امال فين فريده؟ مين اللي واقفه معانا؟ بعد اسمك. ازيك يا عيود؟ ايه اللي اخرك كده؟ معلش حبيبتي، قلت استنى الزحمه تخف هنا شويه عشان اعرف اتكلم معاها. انتوا ايه؟ ازيكم؟ احنا كويسين. هو ده؟ ايوه هو ده الزفت اللي كلمتك عنه، نجيب. التفاح اللي انت بتحبه يا نجيب. اتفضل. ميرسي. لا لا شفا. مبروك. الله يبارك فيك يا عمر. نجيب المرشدي. انا يا عمر زيك. عمر مش كده؟ ايوه عمر. فريده كلمتني عنك كتير. عارف انك من زمان انت نفسك تعملي المعرض ده. الحمد لله كل حاجه في وقتها حلو. انا ساسمكم. الحمد لله على السلامه يا كابتن. انت عارف انت بتعمل ايه يا سيف؟ انت عارف انت عملت ايه يا عمر؟ فريدة. فريدة جميلة ورقيقة وما تستاهلش خالص اللي انت عملته فيها. انا هنسفك. مفيش ارخص من الكلام. اوعدك انت مش هتخرج من مصر تاني. ومين قال لك ان انا عايز اخرج من مصر ومن غيرها؟ ممكن أقتلك حالا. ساعتها هتخسر فريدة للأبد، حتى لو عرفت أنا مين، عشان هي نفسها مش هتقبل تعيش مع قاتل زيك. أنت مختل عقليا يا سيف. وأنت واثق من نفسك على الفاضي. إحنا كل ده واخدينها بيزنس. لكن هتخش لي في بيتي وأهلي. هتشوف مني اللي عمرك ما تخيلته. لا الجملة دي حسابها كويس قبل ما تقولها، عشان في الشغل أنا مفيش حاجة مش ممكن أتخيله، وإلا هفشل. لا معلش جلد منك دي. لا يمنا والمية تكتب الغطاس. عن إذنك أنا مش قادر أسيب فريدة تقعد لوحدها. أشوفك.
سيادة العميد صفية. عمر سلطان مع سعادتك يا فندم. آسف يا فندم أنا بتكلم بالليل كده. بس في معلومة كده كنت محتاجة أتأكد إذا كان الأمن القومي عنده معلومة بيها ولا لأ. سيف يا فندم موجود في القاهرة دلوقتي. وبيتعامل بشخصية رجل أعمال اسمه نجيب المرشدي. يا ريت يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. هو فين؟ مشي. مشي فين؟ ما تقلقيش يا مريم. مريم؟ أيوة مريم. خالد طبعا اللي قالك ان انا هنا. ما انا يأست من كتر ما موبايلك مقفول فكلمته. احنا في مصيبه يا مريم. شفته؟ هو مين ده؟ الراجل اللي انت مش قادر تصدق انه اخد مكانك عنده. شفته؟ واستفدت ايه؟ احنا كلنا في خطر يا مريم. الراجل اللي انت بتتكلمي عليه ده طلع سيف. سيف مين؟ سيف يا مريم. سيف بتاع سينا ادهم وضره. سيف يا مريم. هو ده الراجل اللي مليون. سيف بيضربنا كلنا في مقتل. قدر يوصل لأهلي وأهل فريدة. فاكر إنه يعرف يحطني تحت رجليه وبفريدة. هو لسه جوه؟ اختفى. أنت هنا من إمتى؟ لسه. بقى مشي قبل ما أنت تيجي. ممكن تسبقي على الأوتيل وأنا هعمل مشوار وأكلمك. عمر أنا لازم أشوفك اللي ذاتي. إن شاء الله. هخلص بس وأكلمك. هتتأخر؟ مش عارف يا مريم. أنا هستنيك. ربنا يستر. عمر خلي بالك على نفسك. باي باي. خالد. إيه يا مريم؟ أنا عايزة أشوف فريدة. لازم يعني عشان خاطري. يلا يلا. مالك مرتبكة كده يا مريم؟ أنا بس عايزة أشوفها من غير ما تشوفني. بصي الناحية دي شايفة علياء؟ هي اللي واقفة جنبها. هي دي فريدة. هتعملي ايه؟ عمر هيجي لي على الاوتيل. عايزه الحق اروح ارتاح شويه واغير هدومي. اوكي اوصلك لبره. يلا ادخل. حضرتك يا فندم. ازيك يا احمد؟ تمام يا فندم. عايزك تجيب لي من الجوازات داتا بالصور الشخصيه اللي موجوده عندهم عن كل اللي دخل مصر في فتره الشهرين اللي فاتوا، وكان اسمهم نجيب والمرشدي. وعلى فكره مش شرط يبقى الاثنين ورا بعض، المهم يبقوا الاثنين موجودين. تمام يا فندم. اقدر استلم منك الداتا دي في قد ايه؟ اديني ساعه من دلوقتي يا فندم. طب كويس، بس حاول في اقل من كده. تاكد ان انا هعمل كل جهدي عشان اوصل للمعلومات دي يا فندم باسرع وقت. متشكر يا احمد. وانت يا بدر خليك معاه، اول ما توصل الداتا تجيبها له وتيجي بسرعه. تمام يا بدر يا باشا. اتفضل. شاكرين يا فندم.
تمام يا باشا، كله تمام عليك. الحمد لله، أنا مبسوطة إنه كان في إقبال على المعرض. لا، الناس كانوا مبسوطين جدا. بس أنا ما كنتش مبسوطة خالص. كان في حاجة كده في التنظيم مش مظبوطة. ليه يا ماما؟ أنت بتركزي في حاجات غريبة قوي على فكرة. إيه بقى حاجات غريبة يا حبيبتي؟ إحنا عاملين عشاء سيتد، المفروض العشاء يتحط على طول، مش معقول أبدا الناس قاعدين يتلفتوا طول الوقت على الجرسولات. يا عايدة، هما الناس جاية تاكل ولا جاية تتفرج؟ مش فاهم. سعيد من فضلك، المسألة مسألة برستيج. والله في دي المدام عندها حق. أنت شايف كده؟ طبعا. بقول إيه؟ أنت فجأة كده يبانشت، حسيت إنك أنت اتبخرت، رحت فين؟ أبداً، أنا خرجت شربت سيجارة في التراس عشان الدنيا كانت زحمة وخفت الناس تتضايق من السيجارة يعني بس. طب ما هو بيعمل حاجات غريبة أهو، مش أنا بس. يا عايدة، الناس اللي اتربت في أوروبا عارفة كويس قوي أحياناً تعمل حاجات عادية بالنسبة لهم بتبقى غريبة بالنسبة لنا يعني. نجيب تيجي نتمشى شوية؟ يا ريت. سلامتك. اتفضل. عن اذنك. اتفضلوا. معلش يا نجيب، ما تزعلش من ماما. لا لا، مفيش حاجة. على فكرة كان باين عليكي قوي النهاردة لما دخل. ايه؟ اتكلم على مين؟ عمر اخو علياء. لا، اصل الموضوع كله ان هو فاجئني بس، يعني مفيش اي حاجه. فاجئك عشان جه ولا فاجئك عشان البنت اللي سمعتي عنها؟ انا اسف، انت وقفتي كده ليه؟ على فكره يا نجيب، انا مش بغير من اي حد. لا لا، مش شرط غيره يعني. امال ايه؟ انا مش فاهم. الراجل ده كان يخصك قبل كده، كان في بينك وبينه تاريخ مأثر عليكي لحد النهارده. أنا عمر ما اشتريتوش، ومش أنا اللي قررت إن أنا ما حاربش عشان خاطره. بس الحب مش معركة. أوكي، أنا فاهمة، بس أنت لو حبيت واحدة لمدة 15 سنة أكيد هتحارب عشانها، عشان تفضلوا طول الوقت مع بعض، ولا أنا قاعدة بقول حاجة غلط؟ لا أبداً يا فريد، أنا ممكن أحارب، بس لو كانوا 15 سنة دول كنا عايشينهم سعادة، عايشين حالة حب خلينا مبسوطين. أي علاقة ما بين أي اتنين يحصل فيها مشاكل أكيد. المشاكل الطبيعية بتتحل من غير ما تأثر على الحب نفسه. ممكن تعمل غيمة سودة، بس مستحيل تعمل إعصار. بس في نوع من العلاقات بتبقى عاملة زي كوبس الكهرباء اللي فيه سلك عريان، كل ما تيجي تتعاملي معاه بتتكهربي، وكل مرة تنسي إنه بيكهرب عشان السلك مش باين بس متوصل. دي نوع العلاقات اللي ما بحبهاش عشان سلبية جدا. نجيب، أنا نفسي أسألك سؤال كل لما اجي اقوله ما اعرفش ليه بترد. طيب ما تسالي وتريحي نفسك. انت بتحب دلوقتي ولا عموما؟ دلوقتي. لا. طب ماشي، عموما. عموما انا ما اقدرش اعيش من غير حد. يعني انت لازم تحب حتى لو ما فيش حد يستاهل الحب ده؟ انا موضوع الحب بالنسبه لي مختلف عن بقيه الناس. هو الحب هو الحب، أنا مش فاهم. لا بس مفهومه بيتغير. أنا بالنسبة لي الحب شبه الطاقة. أوكي، بس إحنا كلنا كده على فكرة. نو. الحب بالنسبة لي طاقة موجودة جوايا، بشحنها بشكل مستمر، وببقى دايما مستعد أديها للي تستاهلها. عشان كده ما بحطش لا قوانين ولا معايير، بديها للي تستجيب ليها وتردها لي بنفس الشكل وبس. أنا أول مرة أسمع المنطق ده. ما هو المنطق ده اللي بيخليني أحب بشكل إيجابي، يخليني سعيد عشان أقدر أسعد اللي معايا. بص يا فريدة، أهم حاجة وأحلى حاجة في الحب إنه يخلينا سعداء وأقوياء، مش العكس. صح. أنت فاهمة يعني إيه الراجل اللي ممكن فريدة تحبه غيري يبقى سيف؟ طبعا فاهم. لا لا، مش فاهمه. معناه ان انا لو ما اتدخلتش عشان ارجعها لازم اتدخل عشان هي في خطر حقيقي. على فكره يا عمر، انت ما ضفتش اي حاجه اكتر من اللي انا فاهماها، فما كانش في اي داعي تشرح كل ده.
لو انت مكاني تعملي ايه؟ الحقها طبعا مهما كان اللي هيحصل ايه، حتى لو اضطريت ترجع لها. بس يا ترى بقى انت كنت رايح علشان كده ولا علشان تلحقها بس؟ طبعا دي انا عشان الحقها بس. أيمن، أيمن قوم يا أيمن، أنا عارفة أنك صاحي كلمني. أيمن أيمن رد عليا يا أيمن، أنا عارفة أنك صاحي عايزاك ضروري. قوم يا أيمن. خير يا زوز؟ أنا جاي من الشغل الصبح. لا أنت جاي الساعة 5. إيه ده وكده بدري يعني ولا إيه؟ ما هي دلوقتي الساعة 12. 12 إلا ربع، تصبح على خير. ما تفرقش كتير، قوم بقولك عايزاك ضروري. صباح الخير. خير يا زوزو. قوم اتعدل لي كده عشان عايزاك ضروري. قول يا ستي. بقولك ايه، النبيله جايه كمان نص ساعه. يا فتاح علي ما رزق يا كريم، اصبحنا واصبح الملك لله. هي جايه تعمل ايه يا زوزو؟ ما بلاش الوش اللي انت بتلبسه لي ده. وانا نطقت، انا بسال هي جايه تعمل ايه. يعني هتكون جايه تعمل ايه يعني؟ اه اكيد جايه تخطبني لبنت عمتها او بنت خالتها، حد من العيله يعني. بطل تريقه. انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ عايزك تقوم كده تفوق وتخش تلبس كويس وتتجهز عشان تقابل ريهام. هي اسمها ريهام؟ ايوه اسمها ريهام. وبص بقى قبل ما ييجوا، انت وانت قاعد معاها تتعرف عليها كده وتكلمها كويس. خلي بالك دي بنت مؤدبه وبنت ناس، متربيه وخريجه جامعه واخلاقها ما فيش عليها غباره. غباره؟ جديد عليك يا سندريلا، جديده يا ولد. ايه قلت لك بلاش تريقه. طيب افرضي يعني انا ما عجبتنيش ولا هي عجبتها، يعني نعمل ايه؟ خلاف؟ ما تسبقش. لا انا بطمن على مستقبلي مع مدام نبيله. يا واد قلت لك ما تسبقش، قوم كده فوق وظبط نفسك كده اهو والبس عبال ما انا احضر فطار نفطر انا وانت ونشرب الشاي لما يجوا. السخان شغال. ايوه شغال. ما تنساش تحلق دقنك. احلق دقني؟ يا ريحه تورط. قلت لي اسمها ايه؟ ريهام. ايهام. قولي كده تصبح على خير انت وايهام. ريهام بنت مدام دولي صاحبة اكبر كوافير في المعادي. بسم الله ما شاء الله، امرايا. ميرسي يا طنط. انت على طول ساكت كده؟ لا طبعا ده انا رغاي، انا بس بسمعكم. طب ما تعرفني على نفسك انت الاول. ايه ده، هي مدام نبيله ما ادكيش السي في بتاعي ولا ايه؟ انا قلت اللي كل الناس تعرفه عنك، بس اكيد هي قصدها. سوري يا طنط، انا اعرف اقول قصدي كويس قوي. هي قالت لي انك ضابط بوليس وابن ناس محترمين. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ احنا مفروض قاعدين القعدة دي عشان نتعرف على بعض، عشان نشوف هيبقى في ما بيننا كيمياء ولا لا، يعني على اساس ان احنا نشوف هينفع نتجوز وكده. طيب انت عايز تعرفي ايه؟ مش عارفة، هقول انت. طب وليه ما تقوليش انت الاول؟ هو مين المفروض يبتدي في المواضيع دي، انا ولا انت؟ لا عادي يعني، ما بقتش تفرق اليومين دول. ملك يا ايمن. معلش يا نبيلة، انت عارفة اصل ايمن بيتكسف، ملوش غير شغله وبس. اهدي انت بس يا زوزو. حاضر. انا انسان طبيعي يعني، عندي 41 سنة، مقدم شرطة، بموت في الست اللي هناك دي وملهاش غيري، وانا كمان ماليش غيرها. تخين زي ما انت شايفة وما عنديش استعداد اخس. بس اكيد مش حابب تتخن اكتر من كده. والله انا ما فكرتش، بس انا ممكن افكر في الموضوع ده. انا بحب الشغل، عندك مشكلة؟ لا يعني مشكلة في نوعية الشغل. أنا أوريدي بشتغل علاقات عامة. جميل، فين؟ في وكالة إعلانات. هايل هايل جدا. وده بمواعيد ولا أوبن؟ مش شرط. مش فاهم. عادي يعني، الأيام العادية غير أيام التحضير غير الأيام اللي بيبقى فيها عندي تصوير. ولو اتجوزتي إيه الأولوية عندك؟ بيتي، ودي حاجات ممكن تتظبط، بس بعد كده اعمل حسابك ان انا مش هينفع اسيب الشغل. ايوه طب والاولاد؟
عادي، ممكن اخد اجازة شهرين وبعد كده اجيب اي مربية. فعلا؟ طبعا طبعا اكيد. اكيد ريهام شطورة وبتعرف توضب امورها كويس قوي. ميرسي يا طنط. على فكرة يا ايمن، ريهام عليها طبيخ عمرك في حياتك ما هتاكل زيه. مش محتاجة تقوليله كده، ده مش موضوعنا دلوقتي. البنت ممكن تعمل اي حاجة بعد ما ترتبط حتى لو ما كانش عندها خبرة. بسم الله ما شاء الله، الرد حاضر. شغلتي اعرف ازاي اتعامل مع الناس. عندك حق، وانا كمان. لا، في فرق. انت بتتعامل مع مجرمين اكتر من انك بتتعامل مع ناس عاديين. ايوه بس ولاد الناس عمرهم ما بيتغيروا حسب شغلاتهم. شور، انا ما قلتلكش انك بتتغير. يس شور. بسم الله ما شاء الله عليكي. ايوه كده، انا بحب البنات اللي واثقين من نفسهم زيك قوي كده. بجد والنبي؟ طبعا. ميرسي يا طنط. بتحب تنزل البحر؟ يعني عادي. انا مدمنه، بحب انزل الميه كل يومين على الاقل. ريهام واخده بالها من صحتها قوي، كل يوم بتروح الجيم. جميل. بتحب تلعب ايه؟ بولينج. بولينج؟ اه بس بيلي. يا سلام عليك يا ايمن لما تحب تهزر. انا ما بهزرش يا زوزو. اوكي اوكي، عندك مشكلة في الرياضة؟ لا يعني مفيش مشاكل، بس أنا مش فاضلها اليومين دول. ليه يعني؟ أنا اللي شاغلني دلوقتي موضوع يعني مية كل يومين، اسكندرية كل يومين، مش صعبة دي؟ ممكن السخنة. صح، كلها ساعة. ولو أنا مشغولة بقى ممكن بول في أي أوتيل. وبتحبي تنزلي بقى المية إزاي؟ يعني هتكون بتنزل إزاي يعني؟ عادي يا طنط، انا فاهمه قصده. بالمايو هايل. وان بيس. لا طمنتيني بصراحه. انت بتغير؟ انا غير؟ ده انا كبله. انا بغير يا زوزو؟ انا بس بطمن على مستقبلك الرياضي.